كريم احمد اسماعيل، 25 سنه، طالب في كليه اعلام جامعه القاهره. اشتغلت في مجالات كتير، مجال السياحه، مجال الحفلات، مجال الدعايه والاعلان، ومجال التسويق. قول يا صاحب السعاده، قول لي السعاده من اكتر الحاجات اللي ناقصانا في بلدنا. يعني انا واحد من الناس بحاول اشوف ايه اللي ناقصني او ايه اللي انا محتاجه، اكتشفت ان هي السعاده اكتر حاجه انا محتاجها. الحاجه ديت اللي هتغير الروتين بتاعي واليوم بتاعي. كلنا عاوزين سعادة، بس ايه هي السعادة؟ السعادة بالنسبة لكريم انه يخلص يومه بسرعة، يلاقي الخدمات اللي هو عايزها، ما يبقاش عرفان على حاجة. اللي انا عايز انزل احس بقيمة اليوم بتاعي، لان العمر مرة واحدة مش بيتكرر تاني. فاليوم دي قيمة، ودي قيمة كبيرة جدا، لازم الحق اليوم بتاعي فعليا من ناحية التفكير فيها، وناحية بقى نبتدي نكتب الخطوات بتاعتها والملفات بتاعتها. ثلاث سنين بقى لها سنة ونص فعليا ابتدينا نتحرك فيها، ابتديت اشتغل فيها من الناحية القانونية وابتدي ارخص الموضوع، بقى لنا 4 شهور بالظبط.